السلام عليكم. السلام عليكم. ايش تسوي؟ انت ما تحكي مع حدا؟ هلا والله. طلع اخوه، طلع ماما. عد معي عزيزي، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 شتى تبارك الرحمن. السلام عليكم جد. انت كمان معجوق؟ ايش في صاحبي؟ زي ما انتم شايفين اخوان في عجقة كل البيت، بابا طبعا بيرتب اشياء برا البيت عشان كمان شوي راح يجي عشان نطلع المطار على طول. ماما طبعا الله يعطيها الف عافية رتبت، كانت ترتب كل الغرف وهي غرفة جنى كمان. جنى طبعا نزلت تودع صاحباتها عشان احنا مسافرين. لا اله الا الله بحكي لكم. وماما رايحة راجع من البيت. وينك يما؟ وين ماما يجي؟ مين انت هون؟ هاي ماما. طلع بتلاقيها بكل مكان. هلا خوخة، كيفك؟ متحمس للسفر؟ شوي زعلان. ليش؟ وديت كل اصحابي والله كنت كثير. وديت كل اصحابك؟ نرجع لهم ان شاء الله السنة الجاية. ايه؟ السنة الجاية؟ ممكن السنة الجاية، ممكن لا، ممكن الله اعلم. جميل؟ طبعا مين جاهز؟ هالسنود. تعال تعال قرب، تعال عندي، تعال تعال عندي. لا لا تعال هون، لا هون بقى، هون انت هون. ايوه هيك، ايوه تعال. انت جاهز؟ جاهز. قولهم لا تنسوا تعملوا، ليش تعملوا يا هون هيك. اوكي يلا يلا هون تعال يلا. لايك شير. احنا وين رايحين؟ مسافرين يا حب؟ لا طياره. تكبار. لا طياره. تكبار. والله طياره. والله تكبار. والله هي طيارة. والله تكبر. روح الأردن. راح تكبر. وليد نور وين؟ تكبر. وليد نور مو بتكتر. راح تكبر. جاهز أنت؟ أشوف 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 جاهز. وين الشوز؟ وين بوتك؟ وين؟ خلاص خلصت. بتضل كمان شنطه ما فتحت اياها ماما، ما خلتني افتحها من اول وجديد. انا اسف والله. انا شنطتي من اسبوع جاهزه وواقفه، على اخر ساعه بتخليني افتح شنطتي. انا اسف والله اسف. خلص مو بعيده هاي، هاي اخر شنطه انضبط خلص. خلصين طبعا يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. فيديو اليوم ان شاء الله فيديو سفر، لانه طالعين من تركيا صح؟ لانه اليوم باذن الله راح نسافر من تركيا، مو على الكويت، مو على الكويت، على عمان الاردن باذن الله تعالى. ايوه حكيت لهم على سناب قبلك. فينا على سناب؟ طيب شكرا. فلذلك هذا الفيديو حيكون فيديو السفر كالعاده، ولكن لاول مره، لاول مره من يعني ما عمره في حياته صارت انه وليد ونور نبعد عنهم تقريبا مده شهر ونص تقريبا، فاهمين كيف؟ ف لقاء حيكون مع وليد نور لانه هو موجودين حاليا بالاردن، وزي ما انتم شايفين قاعدين بنجهز وبرتب كل شيء. انا اخر واحد جهز شنطتي، وماما انا اعتذر هلا وبالفيديو برضه هون مره ثانيه، فتابعوا الفيديو. عم نجهز كل شيء، هي الشنط هون جاهزه، مستنى بابا عشان يوصل وباذن الله ننطلق الى المطار، فخليكم معنا. يلا سنة خذها، خذها عند عمه. يلا ودي. يلا 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 يلا. لا اعطيهم اول شيء، وصلهم وصلهم لعمه هون على الباب. جاد وصل على الباب، وصل على الباب الشنط بسرعه بسرعه. اه انتو هذا الفلوج رح ينزل على اليوتيوب، هو هيك. اه يلا يلا سنود، يلا روح روح. يلا سنود. لا لا خليها اخر شيء. يلا سنود يلا يلا ساعد عمو. يلا تعال هون كمان سنود، في هون ودي هاي الشنات. لا هاي هاي تقيلة، هاي هاي اتقل منك، هاي اتقل مني انا جالس النود. اتقل مني انا. يا اه ماما الشنطة البردانية ما طلعها، خليها. لا وينها؟ اه هيها اوكي. المتوتر رقم اثنين. لا هذا رقم واحد. شو بتشيك؟ على الجوازات، ما انت ما شاء الله 100 جواز عندهم هون. شايف؟ ما شاء الله. ليش ملون الجوازات؟ اردني وتركي وهندي و فلبيني. حالي طالع عمره فلبيني مع تبع ما شاء الله ما شاء الله. على واحد من الجوازات مو موجود، في واحد مش موجود؟ هيك هي لي، هي هي لك. نعم نعم. من التوتر كان الجواز مخبى تحت الجواز الثاني. اه اوكي. هو ما كانش هيك. فبابا اجى على البيت طبعا بدل ملابسه عشان نطلع صح بابا؟ بيت بيت وزير بيجي بدل ملابسه ويطلع، ما عنده شيء ثاني يعمله. انا مو مسافر معكم. اعطينا الجوازات بس والله. لا
ترى شو تحت ما صورت هون؟ صورت احنا مطلعهم ولا هون انا بنزل صورهم تحت. صاروا بالسيارات شوف عادي السيارة جاي في ناس في تقريبا 13 سيارة جاي. ممكن رايحين على الطيارة. رايحين فردة الله وجهك. دفة عريس. يلا سيدي جاهزين. يلا. خلاص البيت فضيل الاضواء خلص طفيناها. برق الغسالة ليش شغالة طيب؟ بتون بتون. الصالون جاهز كل شيء تمام اكيد في اكل بالمطار ما تغديت تتغدى ما تغديت شو مشكلتك اوكي المطبخ فضي بسم الله توكل حسي البواب تبع البيت والله العظيم هذا واحد يطلع ومسكر ومفقد ايش بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي توكلنا على الله يا رجناوي كلهم تحت بسم الله شوفوا مين جاي يودعنا يوصلكم شو دك توصلها يلا برو سياره البان كمان سياره مع برو حبيبي سلم ايدك اجي اسوق يعني لا بدك يا اوكي يلا بسم الله طبعا هاي طبعا دبي بتبسط تنفتح ولا حيوت تلقوا عشاناتي ايوه واحد جاهز واحد اثنين ثلاث هي ما شاء الله لا 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 تعال لسه في كمان لا تكفى تعال ادوس ما شاء الله ما شاء الله وصلنا المطار يا اخوان طلع 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 يا حسنون يا رب مطار اسطنبول نحن الان وصلنا وصلنا يا رب ابو الوليد واخيرا يا اخوان انتهينا من الجوازات والشنط السفره سفرتين واحده من باب المطار تخلص الجوازات والتفتيش ايوه السفره الثانيه بالطياره واحنا حاج كنا بالمطار فجاه بعرفش في واحد لقيناه بالمطار هذا اللي قبل كان ضايع في وفي واحد كان ضايع بس ضايع حكوا لنا شيء زي هيك عربك بالميروم عربتها بالميروم عربتها بالميروم بالميوشن يعني تمام باند تريب تشيكن شيرم كنوش سن 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 هذيك حب سن نسل 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 اه ايم ايم اه ايزي ايزي مان احلى مفاجاه فجاه لقيناه بالمطار اه خفيفه عندنا فيها تقريبا فجاه هلا نستقبلكم بالاردن والله يجزيكم الخير طلع اخو مطار اسطنبول ما اجمله طبعا كالعاده ما باب راح يتركونا ويطلعوا على اللونج اللي فوق شايفين هذا المكان اللي فوق هذا بس للناس اللي فوق المميزين بخاطير يعني فوق ال40 اوكي اوكي فاحنا رايحين هلا راح نتعشى وهم رايحين فوق اصلا بدي احولك 2000 ليره اوكي 2000 ليره تحول لي حاج الله يسعدك يلا بسم الله ابو الجوج يا اخواننا قعدنا احنا هنا مو بابا راحوا الجناوي ايش وين راح الطياره طياره ولا تختار طياره شاي ولا نعناع 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 ولا نسكافيه نسكافة لأنه بزنس مان نسكافة والنعناع نعناع لا نسكافة والكوفي ميكس كوفي ميكس والنعناع نعناع نعناع هينا أخوان بالمطار هينا أخوان بالمطار دقيقة هينجيك يا بزنس مان ماما بابا باللونج فهلا رح ناكل لقمة خفيفة بإذن الله ومن ثم نتجه إلى الطائرة يا رب بسم الله والان متجهين الى الطياره بحول الله راح اطير وانت تصور الطياره راح اطير وانا مصور يلا تفضلوا تفضلوا يلا انت معانا على الطياره لا انا الطيار اوكي شنطتك لو سمحت يلا بسم الله يلا سند وين رايح هيك رايح لحالك اعطيني اعطيني طب والله لو دحلت انت سند طلع علي طلع علي شوف شوف هذا جد تركني بعرف شو بعمل انت وين رايح اصبر استنى استنى ويت ويت استنى ماما استنى ماما وين طياره هاي شو هذا شاحنه شاحنه اه
يلا يلا على الطيارة يلا على الطيارة يلا 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 جو. طبعا انا ومين دائما بالطيارة؟ حي الله دائما قاعد بطلع حضن دائما جنب بعض صح؟ وبينما انه الطيارة بدأت تمشي فهنا نقول الله الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. صح يا رب توكلنا على الله. وصلنا عمان يا اخوان وصلنا عمان الحمد لله على السلامة. الله يسلمك اخوي. اهلا وسهلا اهلا بالحج. يا هلا نورت نورت الاردن. مين بيستقبلنا برا؟ هلا بدنا نشوف. يلا يلا بسم الله. وصلنا اخوان الى عمان. وصلنا اخوان الى عمان. الله اوكي يلا تفضلوا. اهلا وسهلا. الله اي نور وليد يا اخوان. ايوه هناك. أبوك. هلا والله هلا بالخال. شايفه قبل اسبوعين. لا حاج ايه ده والله لا حبيبي والله هلا والله الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه. انت مين حضرتك بس مين ما عرفنا جاني مؤنم. كيف يعني؟ حد سلمت على نور؟ ايه لا بتعيط دقيقة شوي شو الدراما هاي؟ هي لا بتعيط فكر ما صلناش سنة جايين. يلا حاضرين شر يلا انت شنو؟ انت شنو؟ ولك شو؟ وينكم؟ وهنا هون مفاتيح البيت. يلا و... بعطي معه المفاتيح. هيا 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 هلا هلا بالخال خالد خالد اسماعيل حبيب قريب والله هاتك بوسه. يلا اهلا وسهلا. كم انت؟ انا بسيارتي. وين سيارتي؟ انا سيارتي هيا هون المطار جاي. طب اسمع اسحب على التلي تكفى روحي انا. يلا شباب ولك الملكي. هلا والله انا يا اخوان وصلت سيارة عصومي بابا. سيارة عصومي خليه هو يحكي. لا ما بدي انا بدي احكي لانه انا اللي وصلت سيارة بابا. طبعا على طول استلمناها من جنب المطار. هلا حج. هلا مشي. هلا والله على السلامة يا حج. على السلامة حج نورك الله العافية يا ميت. اهلا وسهلا. يلا تعال بدي اعزمكم على الدور. مبسوط بالسيارة الجديدة يا اخوان. روح صور من وراه قول ما شاء الله. بس انا اشتكت للصوت شهر ونص يا مرنش. شهر ونص ما صرت ارنش. كيف يعني؟ بسم الله. حلو حلو. السيارة الجديدة لسه بتعلم. ليش زمرت؟ خايف والله هاي الخدشة فيها. يلا لا افتح الدبة افتح الدبة تحت تحت
طبعا يا اخوان كما ترون والحمد لله وصلنا الى الاردن والحمد لله يعني كانت سفرة ميسرة سريعة خفيف خفيف بس وصلنا على الفجر الساعة 5 الفجر الان او 6 معلش صارت 6 والان متجهين الى المنزل طبعا جبنا فطور لانه خلص صار وقت الفطور خفيف 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 مع انه والله مو جوعانين بس يعني هاي من عادات تقليد الاردن لازم تيجي تفطر على طول فيلا باذن الله الان متوجهين للمنزل طبعا هم سبقونا احنا عمالين نروح نجمع انا وعتيلي وكحلوت الفطور ورايحين على البيت باذن الله تعالى فتفضلوا يلا باشا هلا وسهلا هلا والله شو رايك عاد يعني هيك خربت على الواحد مشروع الزواج الثاني لا 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 كيف بس لا 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 بالضبط يعني انت متخيل اني اورجيك هدول طيب هدول واو برجيه واو واو فوت 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 لا انا عشان ما بدي لا لا فوت انت اجريك بابا هدول اختياراتي هلا بعرف كلكم حتقولوا اختياراتي ما شاء الله لعلكم انا كان عندي نفس الفكره انا نفس الفكره اللي شو اسمه هذا عارف كيف ينفذها يعني صراحه فندق 5 ستارز بس ما شاء الله ما شاء هذا شغل وليد نور لا انا فندق كاتو احنا بس الاشياء اللي بالمطبخ افتح له الدريسنج اضوي الضوء من فوق عندي سؤال وماما بتقول لي لسه علينا ترتيبات وشغل بالكويت بالاردن الله انا بحكي كلام بدرس بروم عندي سؤال غرفه مين هاي هاي غرفتنا يا بابا شايفين كيف؟ خلاص يعني حنضلنا هون؟ لا ما شاء الله والله بتجنن حج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غرفتي زي هيك غير كأنك رحت على بيت جديد حج والله بس في شغله انه هدول بدنا نغيرهم بعد اذنك يعني هدول بس نوعين انا بعرف انهم عزيزين عليك ومرتبين بس بدك تخبي فيهم فلوس شفت المخبأ يعني صح نوارا ما شاء الله ما شاء الله كيف والله عجبك والله رائع والله رائع ما شاء الله تستاهلوا تستاهلوا حج الله يجزيك خير لا مش انا مش انا مش انا ماما ماما بس يعني مفاجأة بصراحة طيب بعتولي بس الفاتورة لا مفاجأة ايش هي؟ خلص هذول غير نفهم ندام ثانية لا ايش هي؟ في كمان مفاجأة هون 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 ضو 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 هذا مفاجأة لا ما هي مفاجأة صغيرة مش كتير كبيرة هي نتفه يلا تعال اشوف ما شاء الله ايوه نختين كمان وخزانة بالحيط نيجانهم متى دوري؟ انت تغيرت جديد رائع رائع حلو صح؟ هذول جادوا اياه صح؟ وركبنا لهم مكيف لانه ما مساكين صح؟ والله الحمد لله غيروا لنا الخوت على فكرة على فكرة كل يوم بننام على المراوح على فكرة انا دختي القديم الصغير هذا الجزء من رجلي كان بضل يوجعني رجلي هذه تكبر عن التخت شايفين انه غرفتكم الجديدة كيف؟ حتى الحيط غيرناها وظبطناها بالضبط كان اصغر من هاد بشوي فانا قلت لي بتخبط لا هلا بتناموا مرتاحين ومبسوطين انا لازم احنا بالمستقبل ان شاء الله نغير فش لانعم ان شاء الله هذا مين هاد مين هاد هذا وليد جاب له بطاطا هاي اطلع اصبر بدو هاي مين نور نور حبيبي نور انت شو صحك من نور هسه اصلا صحي على البطاطا يلا بوش نور احكي لها عصم وراء كسر راسك والله كسر راسك كسر راسك لحالك احكي لها عتيلي والله كسر راسك والله كسر راسك والله كسر راسك يا حي الله الحج احنا هلا وصلنا طبعا اي نعم راح نجيب لكم الفطور الخفيف والشباب طبعا جاي يفطروا معنا سلم على نور سلم على عصم 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 سلم على نور يلا سلم على نور يلا ولا اشتقت لك سلم سلم بس خلاص ايش خالو؟ سلم على خالو سلم على خالو سلم على خالو اعطي هاك لخالو متردد بقول لك افكر ايش حد؟ جوا روح شوف الشو انا ما شفت والله
شغل مروه حماد المبدع. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه دقيقه دقيقه، هي ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يا اخوان اللي اذا شفتوا جوله في بيتنا قبل سنه ونص عملاكم او سنتين، هذا كله ما كان هيك، بس كان فيه كربايات هاي فقط، تخيلوا سبحان الله. كل الله يعطيك العافيه يا امه. الله يعافيك. طب هذا كله مو جاهز، تصميم. تصميم احلف والله ما هيك حق. غيرت الغرفه 180 درجه، قلبتها قلبتها كلها، غيرتها غرفه ماما، غرفه ماما بابا هاي. هاي غيرتها من فوق. ما شاء الله ما شاء الله يا امه، رائعه ما شاء الله. الله يطرح لكم البركه يا امه. بس ضل التلفزيون يا امه، هات التلفزيون من زمان. لا يا ماما، عشان هيك انا ما علقته، التلفزيون بتعلق، بس انا هذا بدي اجيب سمارت، فما بدي هذا. اوكي، فرضيت اعلقه. اوكي، شو 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 كمان جبت غرفه جديده لمين؟ ضبطت تدخل الجاليات، عم تكون خزانه بالحياه. اشوف بالحياه، اشوف اشوف اشوف. وين تدخل؟ والله هي تخوت جديده، هيها هاي سرير جديد وخزانه. لا نفس الخزانه زبطتها. لا مو نفس الخزانه، ولا بلا نفسها تخوف. والله الف مبروك صاحبي. طبعا يا اخوان هاي غرفتي انا ووليد، كانت هيها هاي من ايام عصومي ضرب وليد قبل 12 سنه تقريبا، الى الان ما زالت مثل ما هي، سبحانك يا ربي. نفس الغرفه ما تغيرت. هيها هيها يا الله، شوفوا شوفوا تبارك الرحمن. والله هذا البيت يعني ليش 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 مطفي الاضواء؟ ايوه هيك، شوفوا تفضلوا. يوم المدرسة. الله والله عصوم شكلك. ماما ما غيرت الغرفة، وحكت لي حكت لي ليش، بس ما حاحكي لكم، إذا هي حتحكي حخليها تحكي. فتعبوا تعبوا والله والله، هذا البيت له ذكريات حلوة، أنا كل ما أجي على هذا البيت خلاص هيك تشوفوا أنتم كيف نسترجع الذكريات يعني، سبحان الله. يا إخوان غيرت البزة طبعا زي ما أنتم شايفين، وحلقت ثاني يوم في الأردن الحمد لله رب العالمين. كانت سفرة ميسرة جميلة رائعة جدا، في فلوقات قادمه حلوه كتير، فعاليات لسه لهذا الشيء شايفين كله شفته، بس السفر، بس هذا المطار والاستقبال، في اشياء حلوه باذن الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. لا تنسوا معنا مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوا الروابط تحت بالدسكربشن، ونشوفكم بحلقات ثانيه، ومع السلامه.